سبحان الله، لو تأملت هتجد دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي عناية خاصة بالمهمشين. ودي من العبوديات العظيمة، عبودية التعويض. من أعظم العبوديات اللي ممكن إنسان يفعلها إنه يعوض الإنسان المهمش، يعيد القيمة ليه. تمام؟ يعيد القيمة ليه. ويعطيه قيمة حقيقية، هو ما بيضحكش عليه، فعلا هو إنسان له قيمة. لكن عشان معايير عرفية معينة مش صحيحة، ممكن الإنسان يعني يتم التقليل من قيمته. فمهم جدا الانسان من العبوديات العظيمه المواساه باعاده القيمه اللي مستحقه للانسان.